اللهم بأسماعنا وأبصارنا وعقولنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك مفاتيح الخير وخواتمه، وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، والدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو عمل. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتاهم أجمعين. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا، ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، والطفنا فيما جرت به المقادير، ودبر لنا أمورنا وشؤوننا فإنا لا نحسن التدبير، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا رب العالمين. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. إلهنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.